صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم يحضرونا بهالوقت من وين ما كنتوا عم تحضرونا، ان كنتوا من لبنان من الدول العربية او حتى من دول الاغتراب. حلقة جديدة من لابوتيك بتجمعنا فيكم على امل انكم تمضوا وقت ممتع تستفيدوا من كل البرودكتس اللي عم نقدم لكم اياها، وبحب ذكركم انه كل البرودكتس اللي عم نقدمها مكفولة 100% من سنة ل 25 سنة، ففي حال كان عندكم اي مشكلة او حسيتوا انه البرودكت ما ناسبكم فيكم بكل سهولة تكبوه وترجعوا تتصلوا فينا وبتحصلوا طبعا على غيره بظرف يومين فقط. حلقتنا رح تبتدي مع فيتري. فيتري هالشركة الفرنسية يلي هي معنية انه كل البرودكتس اللي بتختص بفيتري معمولة من الاعشاب ومن الفيتامينات الطبيعية 100%. رح ابتدي الحديث عن الرموش، قد ايه حلوين الرموش يكونوا طوال، يكونوا مكثفين ويكونوا بنفس الوقت ما عم بيهروا وعم بيطولوا بشكل سريع، فكتير ضروري تحافظوا عليهم لانه العيون دايما تلقط الجاذبية أول شيء بالمرأة، فكتير ضروري أنكم تستعملوا هالسيرم تحطوه على رموشكم من فوق لمدة 10 أيام. بعد 10 أيام بتحسوا أنه بالفعل رموشكم عم بيطولوا عم بيكتروا وما عم بيتساقطوا نهائيا. وكمان الضفير لهم حصة كتير كبيرة بأنوثة المرأة، فكتير ضروري كمان أنكم تستعملوا سيرم للضفير، تعملوا مساج لكل الضفر كل يوم قبل ما تناموا لمدة 10 أيام. كمان بعد 10 أيام بتلاقوا الفرق، بتلاقوا انه ضفركم عم بيقسى، ما عم بيتكسر، ما عم بيصفر، وما عم بيعمل هالدوزيام كوش يلي دايما بتزعجكم خاصة لما تكونوا مظبطين ضفيركم. هيدا بالنسبة للضفير والسيرم، في حال حبيتوا تحصل عليهم مع بعض تحصل عليهم بسعر موجود على اسفل الشاشة، وبنفس الوقت بيطلع لكم اشانتيون صغير من السيرم للضفير وكمان فيرني بلون اكتر من رائع بيضاينكم وقت كتير طويل. اما بالنسبه للعيون، بعدنا كمان بما انه عم نحكي عن الرموش بدنا نحكي عن الكحل يلي موجود بقلب العين. في كتير ناس عندهم حساسيه لعيونهم، في كتير ناس بيعانوا انه لما يحطوا كحله يمكن بتشط او حتى بتبلش تجمع او بتنزعلكم الميك اب ومظهر عيونكم، فكتير ضروري انكم تستعملوا هالكحل العربي يلي هو مصنوع بفرنسا. 3 ألوان عندنا، اللون الاسود، اللون البني، واللون الازرق، كل ثلاثه ب $36 فقط واصلين لعندكم على البيت بدون اي كلفه اضافيه لحتى تقدروا تحافظوا على جمال عيونكم وتعرفوا كمان انه هالكحل ما بيشط بما انه عربي 100% وبنفس الوقت بيضينكم وقت كتير طويل. كمان الاجرين ما حرمنا فيتري من التفاصيل الدقيقه لكل الاشخاص يلي تحت اجرهم معودين على كعب اجريهم انهم يستعملوا هالحجره السوداء يلي مرات بتجرح لكم اجركم، مرات ما بتطلع كل اللحم الميت. ففيتري قدم لنا ماشين جدا مميزه بتقدروا بكل سهوله تشيلوا كل اللحم الميت يلي موجود بكعب اجركم، وبنفس الوقت بترجعوا بتحطوا هالكريم ادراتانت يلي هو بيرجع بيعطيها هالملمس الحلو هالنعومه الحلوه وبيرجعوا كعب اجريكم مثل قعوبة اجرين الاولاد الصغار. هيدا بالنسبة لفيتري ومنتجاتها المميزة. رح ننتقل هلا لتايني اكسترافاجنس وبرجع معكم. صباح الخير مشاهدينا، اليوم رح بلش معكم انا مع تايني اكسترافاجنس لمعودتنا على كل شيء حلو، كل شيء ستايلش، كل شيء من اكسسوارز، كل شيء من ديكور للبيت، وكمان اخبار وتيب ترندي وفاشينيستا تتكون على اخر طرز. تايني اكسترافاجنس رح بلشكم اليوم بهالبانشوز اللي شايفينهم قدامنا اللي بيجوا عنا من 3 ألوان، البلو، البيج او حتى الهافان. هيدا اللي شايفينه قدامكم هو شيء كتير ستايلش بتحطوه فوق تيابكم، بيمشي معكم سيف وشت، القط تبعه كتير حلوه، كمان هالشراشيب الدارجين بيجي او من جلد او من دان، هالدان الحلو كتير كمان، التيسيو تبعه كتير حلو، بينحط معكم وين ما كان اذا قاعدين بالجبل، بغير لكم كل تيابكم، خصوصا اذا لابسين كمان تياب بزيت لون يمكن بيزك، كلهم اسود فيكم تحطوا حيلا لون من هالثلاثه وبيطلع جدا حلو. غير هون ما احكي عن الكواليتي تبعه قد ايه حلوه وقد ايه بتقل كل التياب. رح انتقل من هالبانشو لهالعبايات، هالعبايات اللي بيجوا كمان من الساتان كمان اللي كثير دارجين، بيجوا تروكار لتحت الركبه بشوي وتروكار للايدين للكواع تبعكم، تيسيو تبعهم مثل ما قلت لكم ساتان وعليهم هالديزاين الحلو من كحله لاسود لكمان ازرق غير لون. وفيكم انتم على الطلب اكيد تتشوفوا شو في عنا نقشه، شو في عنا كمان قصص رسمات على هدول العبايات بيمشوا معكم بالبيت اذا عازمين ناس على العشاء تضلكم مرتاحين وحتى كمان بينظهر فيهم لسهره بسهوله جدا
جدا. بدي اذكر انه كل شيء بضاعت تايني اكسترافاجنس كمان موجوده على البيج تبع فيسبوك وانستغرام او على بيج تايني اكسترافاجنس او على بيج لابوتيك. بتفوتوا من لابوتيك وبتشوفوا كل البضاعه وما لكم غير تتصلوا على الارقام اللي على اسفل الشاشه وبيصلوا لعندكم فقط بيومين بلا ولا اي كلفه اضافيه. وكل شيء كمان بدكم اياه زيادة فيكن تسألوا لصبايا زملائنا بالكول سنتر. رح كفي لكم هلا عن هاتشبانا. هاتشبانا هي هالشقفة اللي فيكن كمان تستفيدوا منها صيفا وشتاء، كتير مهمة كمان للناس للنساء المحجبات لأنه بترفع لكم كل راسكم، ما بتضطروا ولا تحطوا دبوس ولا يرجع شي بين، بتشد حيلا شي معقول بدكم تشدوها بطريقة جدا ستايلش. هلا بذات الوقت أنا وعم بحكي رح يقطع فيديو تتشوفوا هاتشبانا كمان مثل ما عم تشوفوا على الهواء بكم طريقة فيها تنلبس، بأكثر من 23 طريقة أو بوندو للراس أو حتى للرجال بتزبط. هون مثل ما عم نشوف ربطة وبتشد الشعر كتير منيح خصوصا الشعر العبي، فيكن تستعملوها أنه تكون بطريقة ستايلش. هون مثل ما عم نشوف للرجال كمان ولا النساء فيكن تحطوها مثل موديل فولار لأنه بتجي من كذا كذا نقشة وكذا لون. إذا حتى عابلكن تحموا رقبتكن يمكن رايحين مشوار أتيفي يمكن سكي أو حيلا شي عابلكن إنكن تروحوا، تبانا هي الحل لأنه بالصيف تسحب لكم كل شي هيت وبالشتة بتقطع كل شي هوا عن وشكن عن دينايكن. ولا النساء المحجبات كمان رح ارجع عيد كتير كتير مهمة تتحطوها تحت الفوال بطريقة جدا ستايلش. الألوان اللي شايفينهم قدامنا في كذا لون وكذا نقشة، حتى هيدي النقشة اللي شايفينها فيكن انتو تنقوا النقشة اللي بدكن اياها. رح انتقل هلا كمان من تايني اكسترافاجنس لهالفولارات، لهالفولارات الحلوين اللي بيجوا فيهم كمان هالحجر الحلو، هالحجر كمان اللي حواليه في شوارفسكي. بتزينوا في تيبكم بتحطوه بطريقه جدا سهله، بتحطوه بتعلقوه وبكون كمان ستايلش. اذا لابسين تياب كمان ساده فيكم تحطوه، بتستغنوا فيه عن كوليه بذات الوقت، عن اكسسوار كمان بذات الوقت. معمول بطريقه كتير حلوه هالحجر كمان اللي مقطع، معقول معمول كراكس بقلبه وحوله هالستراس كمان الشوارفسكي اللي عم بيعطيهم لمعه حلوه. في كمان ستينلس بيجي ما بيروح لونه ابدا، بنحط معكم بكذا طريقه على جنب فيكم تحطوه تغيروا انتم الموديل اللي بدكم اياه. كمان في كذا لون وهالكذا لون اللي شايفينهم فيكم تنقوا انتم منهم، والواحد ب 25 دولار فقط توصل عندكم على قلب البيت بدون ولا اي كلفه اضافيه. رح انتقل هلا من تايني اكسترافاجنس لعند انزو تنشوف منال شو حتخبرنا. انزو مثل ما عودنا دائما بنبش على المشاكل يلي بنعاني منها بشعرنا لحتى يلاقي الحل المناسب بطريقه طبيعيه 100%. انزو هالشركه العالميه يلي ما بتبخل علينا انه تقدم لنا احدث التقنيات بعالم الشعر لتقدروا تعالجوا شعركم بشكل صحي. رح نمدد الحديث عن جام الارجن اويل اللي هي مؤلفه من شامبوان ماسك سيرم للعنايه بالشعر باي طريقه، يعني الاشخاص اللي عندهم مشكله انه شعرهم بضلهم مسبسال بضلهم مزيت معرضين انهم يحمموه كل يوم، فكتير ضروري تستعملوا هيدي الجام لتستفيدوا من الارجن اويل اللي جاي من المغرب يلي موجوده بكميه كتير كبيره بقلب هالباكج لحتى تقدروا تسحبوا التزيت من شعر يكون شعركم يبطل مسبسل وايضا ينقن وقت طويل بدون حمام، مش وقت طويل كثير بس انه احلى ما تحمموه كل يوم. اما للاشخاص وللسيدات يلي بيعانوا انهم دائما بيساووا شعرهم فحراره الشعر والسشوار جدا مضره للشعر، وبنفس الوقت في حال عملتوا لشعركم كيراتين كولاجين بوتوكس كريستال حيلا نوع فيتامينات حطيتوه لشعركم لازم تعرفوا تستعملوا شامبوانات معينه ليقدر هالفيتامين اذا ينقن وقت اطول ولا يقدر يغلف لكم الشعر بشكل صحي من بعد اثار حراره السشوار والفعر. عندنا باكج الكروم يلي هي بتحل هدول المشاكل اللي حكيتكم عنها، جام الكروم مؤلفه من شامبوان ماسك سيروم وسبلاش كلهم على بعضهم بيعطوكم هالحيويه الحلوه للشعر وهالفوليوم يلي انتو تطمحوا انكم توصلوا له دائما بشعركم. كمان السيدات يلي معودين يعملوا باندويل بدل ما تضيعوا وقتكم بالصالونات تقدروا تنطروا وقتكم وتنطروا انتم عم تنقعوا شعركم، فيكم بكل سهوله تعملوا باندويل عندكم بالبيت وترجعوا تعملوا اي شيء انتم عبالكم تعملوه بالبيت لحتى تكونوا عم تكسبوا وقت وبنفس الوقت عارفين الفيتامينات المهمه يلي موجوده بانزو لما تحطوها على شعركم. الباكج مؤلفه من 4 امبول و8 ساشيات كريم، كل نص امبول بتخلطوها مع
ساشيه وحده من الكريم بتخلطوها منيح وبتحطوها من الجذور للاطراف، ساعتها بيصير شعركم جدا ناعم، جدا فيه هالحيويه الحلوه، بتحسوا صار صحي مغلف صح وبنفس الوقت عم يطول بشكل مزبوط. كمان للاشخاص يلي عندهم مشاكل بتساقط الشعر، بس يكونوا خلال الحمام بيلاقوا انه كميه شعر كثير كبيره عم تطلع على الفرشايه، فكتير ضروري انكم تستعملوا امبولات للشعر. هالامبولات الباكج المؤلف من 3 امبولات، كل امبول فيكم تستعملوا نصها فقط، بتحطوها على جذور الشعر، بتفركوا منيح على شعركم وبتخلوا عليه تقريبا 5 دقائق او 10 دقائق، ومن بعدها بتفوحوا شعركم، بتبلشوا تحسوا انه شعركم ما عم بيتساقط، بل بالعكس عم بيرجع ينبت من جديد لحتى يكون عندكم شعر صحي لوقت طويل كتير. هيدا بالنسبة لأنزو. رح ننتقل هلأ لعند سندي لنشوف عن شو بقى تحكينا. رح نبلش معكم مشاهدينا هلأ مع بوبي جو فيوجن جولري. بوبي جو فيوجن جولري اللي عطول بتقدم لنا أحلى البضاعة، وأحلى البضاعة اللي بتكون إكسكلوزيف لإلها، معمولة شغل إيد مش شغل مكانات. عطول عم تشوف هالبضاعة الحلوة وهالنيو كولكشن من ذا تالنتد ديزاينر رياض عبدو، اللي عطول عم بيعملنا كل شيء على إيده بطريقة كتير حلوة وبطريقة جدا مميزة. رح بلشكم بهيدا الأيتم أول شيء، بهالأيتم اللي هو ذهب 100%، هالذهب اللي بيجي من لونين من عيار 18، وهي بتجي من كولكشن الهارت بيت، وهي هالبريسلت هارت بيت اللي بتجي هالبراسلين اللي جدا ناعمة، اللي سنسالة كمان ذهبي، وبيجي الهارت اللي فيها من الذهب الأبيض، بيتكفى بهارت بيتس من الذهب الأصفر، وبيجي كمان خرستين معمولين بالليزر كات من الذهب الأصفر كمان. هالأسوارة اللي بتحطوها بإيدكم كمان بتتصغر وبتتكبر قد ما أنتو بدكم، أكيد فيكم تهدوها جيفت كتير حلوة من حبيب لحبيبته، أو حتى تهدوها أنتو لنفسكم. هالذهب اللي بلونين كمان ما بتعرفوا قد ايه دارج، هلا قد ايه دارج مع تيابكم، قد ايه فيكم تحطوه بطريقه جدا حلوه، بالذات الوقت كثير مرتبه وكثير كاجوال. هيدي الاسواره بتنهدى بطريقه جدا سهله، وحتى فيكم انتم تهدوها لنفسكم. عيار 18 اكيد مكفوله على مدى الحياه، فيكم تصغروها او تكبروها حسب حجم ايدكم انتم. هالأسوارة اللي شايفينها قدامكم ب $130 فقط، وصل لعندكم على قلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. رح انتقل هلا من الذهب لعالم الفضة، والفضة اللي كمان عامل له ديزاينر رياض عبده هالثيم الحلو، هالثيم تبع البحر، تبع المارين، تبع الأوشن إذا بدكم، ومطلع 3 بالي نكلس. هالبالي نكلس هالعقود الحلوين اللي بيتفوت بالراس وبينعقد على الخصر، بينلبس معكم مع توب قصيرة أو حتى على البحر، أو حتى إذا لابسين تياب طوال من زيت لون فيكم زينوا تيابكم فيها مثل ما شايفين على هذه الصورة. عامل 3 تام، وهو أول واحد البالي مارين، البالي أوشن اللي شايفينه على الصورة اللي هو هالخرزة الزرقاء الحلوة، والبالي أنكر كمان هون الموجود عندنا بالستوديو. رح أرجع إذا فيكم تفرجوا على الكاميرا بس تعرفوا المشاهدين كل وحدة عن أي. هيدي هون البالي البالي مارين، هون اللي بعدها البالي أوشن، والثالثة البالي أنكر. هالثلاثة من الفضة، 3 سات من الفضة، كمان عيار 22، مغطسين بالروديوم، وكمان أكيد مكفولين على مدى الحياة، إذا تغير لونهم فيكم أكيد ترجعوا تغطسون من أول وجديد. بوبي جو فيوجن جولري أكيد رح أرجع لكم كل الأيتمز عنده إكسكلوزيف لإله، كله مشغول شغل إيد كمان باي ذا ديزاينر رياض عبدو، عم بيشتغل على كل ديزاين بديزاينه تيأملكم من أحلى الموديلات. هالبالي نكلس اللي شايفينه قدامكم كل واحد ب $75 فقط، وصل لعندكم على قلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. رح انتقل هلأ من عالم الذهب للمدرسة دغري، والمدرسة ومع الشنط المدرسية. مزبوط إنه المدرسة والسنة المدرسية بلشت، بس بعد it's never too late مثل ما بيقولوا، تنريح أولادنا ظهر أولادنا، تنخلص من مشاكل الالتواء، وجع الظهر، أسفل الظهر، وحتى الكتف. هالشنط اللي شايفينهم قدامنا اللي بيجوا كمان من كذا ديزاين، هالشنط اللي هن بنتلي، بنتلي كمان مش مهم قد ايه بدي اعرف عنها، ومش مهم قد ايه بدي اعرف عن الكواليتي تبع البرودكت تبعها، هي بهال10 سنين بالاسواق اللبنانيه عم تحكي عن نفسها.
هالشنط اللي شايفينهم بيتبعوا اكيد المنهج الاوروبي واللي هو جدا بيشبه منهجنا نحن، اللي كمان بيتضمن كثير كتب، بيتضمن كثير تقل اذا بدكم على الولد. مشان هيك بنتلي معموله من مينيموم 4 سحابات من قدام واثنين على الجوانب لكل رياحه الولد تبعكم، 3 كبار بيساعوا كل كتبهم ودفاترهم، والرابعه الصغيره كمان من قدام بتساع كل شيء، تارتينات، فريانديز، حيلا شيء على بالكم تحطوا لهم اياه يضل على ايدهم. اما السحابتين اللي على الجوانب هن اذا حاطين ولدنا كمان هالشنطة على كتافنا في يسحبهم بطريقة جدا سهلة. أما هالمسكتين اللي شايفينهم قد ما تكون تقل الشنطة معمولين بطريقة كابيتوني ما بيأذوا أبدا كتاف الولد، وإذا بتفتحوها بتعرفوا أنه قد ما تكون تقيل الشنطة معمولة بطريقة ميديكال تيكون هذا التقل موزع على كل بارتي الظهر مش عميلة واحدة، يعني وقتها يوقف ما بعود يحس بهذا التقل على ظهره ولا على أي محل. السحابات كتير متينين، ما رح تعانوا من انه انكسرت السحابه، فتقت السحابه، لو قد ما يكون تقل شاغلين بطريقه جدا تقنيه. اما ما بدي احكي عن الديزاين اللي معمول كمان بالشمال امريكا باسبانيا وبايطاليا كمان من ديزاينرز مختصين لشركه بنتلي. هالشنطه ب $46 فقط وصل لعندكم على البيت، عم تريح لكم اولادكم، عم بتريح لكم ضميركم، تمشي معكم صيفا وشتاء بالمدرسه، كامبينج، هايكينج، بحر، ما بتتخزق ولا بصير لها شيء. من الشنط المدرسيه لعند رورا. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير لإليك سندي ولا منال. أكيد نحن دايما مع المشاهدين بنحب نخبرهم عن الأيتمز الجديد بلا بوتيك. الناس اللي عم يحضرونا لأول مرة رح يتعرفوا هلأ على سات رائع للحمام، خاصة إذا كنتوا من الأشخاص اللي بتحبوا تحطوا الأشياء منسقة بحمامكم وتزينوه بموديل رائع من الزهور. هيدا السات للحمام مثل ما شايفين في منه لونين، هيدا اللون البيستاش أو اللايم، وعندنا لون الفوشيا. الوردات هن باللون البيستاش واللايم أو الفوشيا، والباقي هو ابيض وهو من البلاستيك يلي بيعطي افيه الستينلس ستيل، اكيد ضيان وجودته كثير عاليه. في عندنا هالبوبيل الصغيره اللي بتنحط بزاويه الحمام، ما بتاخذ مطرح كثير واكيد كثير براتيك لكم. وفي عندنا كمان هالكبايه اللي فيكم تحطوا فيها فراش الاسنان، 3 فراش اسنان، هون فيكم تحطوا معجون الاسنان او اذا بدكم تحطوا اكثر فراشه. وهون كمان في عندكم فيكم تحطوا معجون الحلاقه او فيكم كمان تحطوا المي اللي بتمخمضوا فيها، في ناس بيستعملوا المي مية الشرب حتى يمخمضوا من بعد ما يفرشوا اسنانهم. وفي عنا هيدا يلي بنستعمل فيها السوب للايدين، يعني الصابون السائل للناس يلي بيحبوا يستعملوا هالنوع من الصابون، اما الناس اللي بيستعملوا الصابون البلديه والصابون العاديه فبيقدروا يستعملوا هيدي القطعه الصغيره يلي كمان بتكون منسقه مع كل هالست. من ضمن هالست كمان في عنا حتى ننظف التواليت هالفرشايه يلي كمان مزينه بالورود مثل ما شايفين، والافيه ستينلس ستيل لمسكتها تتنظف كمان بسهوله. وفي عنا هيدي البردايه يلي بتحطوها على البانيو 180 ب 180 سنتيمتر، يعني تزبط مع كل البانيويات مع كل القياسات، ما بتعتلو هم، نوعيتها كثير جيده، ما بتعفن، ما بتلقط عفونه، كمان بتمنع المي انها تطلع برات البانيو اذا حطيتوها بالشكل الصحيح، واكيد مزينه ولابقه مع هيدا السيت. ومن ضمن الدوش كمان اذا كنتوا واقفين بالبانيو حتى ما تصحطوا وما توقعوا، في عنا هيدا السجاده يلي شكلها على شكل صفد رائعه، بتقدروا تحطوها بقلب البانيو بتوقفوا عليها بكل ثقه من دون ما حدا يصحط. ولما تخلصوا الدوش تبعكم وحابين تطلعوا من البانيو من دون ما تتلوا الدنيا مي وينشفوا الاجرين بسرعه، فيها السجاده يلي هي عباره عن منشفه كمان مزينه بتنحط قدام البانيو او حتى قدام المغسله، وهيك بتنشف اجريكم وما بتتلوا الدنيا مي، وبكون الحمام كامل متكامل. السعر اكيد مبين قدامكم على الشاشه، $49 واصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه، وبذكركم انه كل شيء بتطلبوه من لابوتيك هو مكفول 100%. رح ننتقل هلا نحن وياكم للمطبخ، في عنا الكيتشن سويس سيت، يعني مش بس للمطبخ، انتقلنا كمان لسويسرا، بنعرف انه بسويسرا بيشتغلوا تقنيات عاليه لادوات المطبخ حتى تضاين ست البيت لمده اطول وما تتعطل. اذا رح بلش مع هالسكين يلي مميز لانه صبه وحده منه من شقفتين، ما بتعتل هم ست البيت هي وعم بتقص انه تنكسر ماسكته مثلا، مسنون بشكل كثير محكم، واكيد لانه صبه وحده معمول بشكل خفيف على الايد بيقدر يقص
انواع اللحمه او اي شيء طلعتوه من الفريزر او اي شيء حابين انتم تقصوه وتقصوه بشكل كثير جيد. اذا هالسكين هو من اول قطع بهالسيت. في عندنا هالسكين الثانيه اللي كمان براتيك زغطور، بتقدروا تستعملوه لكل شيء حابين تقطعوه بالمطبخ. ولكن شو بيميز هالسكين غير انه صغير وخفيف على الايد، انما كمان تقدروا تستعملوه كمسن لانه الطبقه تبعيته بتسنه، يعني انتم ما انكم بحاجه انكم تسنوه دائما لما كنت تستعملوه، بمجرد ما تسكروا وتفتحوا بتكونوا سنيتوا هالسكين وبتقدروا تقطعوا بصلتكم او البقدونس او اي شيء بشكل كتير سهل. رح احكي هلا عن مفتاح العلب والانانه. ضيان، جودته عاليه، بتستعملوه بكل سهوله، ما بينكسر، واكيد بتقدروا تتاكدوا من جودته. دائما بتتصلوا فينا على البوتيك وبتلاقوا كل التفاصيل يلي انتم بحاجه لها. في عندنا كمان من ضمن هالست 50 كيس كتير براتيك لإلكن ومميزين وممتازين إذا حابين تحضروا شيء مع صلصة أو حابين تحطوا الأشياء بقلبه حتى ما تطعم على المأكولات التانية أو المأكولات التانية تطعم عليها. بيضبط الأشياء بشكل كتير محكم وبيحافظ على الفيتامينز اللي بقلبها، بيحافظ على أنها تضلها طازة وعلى نظرتها. وهن 50 كيس أكيد بينحطوا بالفريزر وبينحطوا بالبراد، فيكن تغسلون ترجعوا تستعملون مرة تانية. ومن ضمن هالسات كمان في عندنا هالكسة يلي فيكم تستعملوها حتى تكسروا اي شيء قاسي عليكم بالمطبخ حتى لو كان الجوز. يعني شايفين شو براتيك هي، من صبتين مختلفتين. وكمان في عنا هالبرغي المحكم الاغلاق يلي ما بيسمح لانها تتفكك. خمس قطع بيصيروا لكم ب 36 دولار، ولكن شو بيطلع لكم معهم هالكادو يلي هو عباره عن سوبلا من السيليكون بتحطوها على طاولتكم حتى تحميلكم الطاوله من حراره الطنجره. اكيد هيدي كادو من لابوتيك، 36 دولار بيوصلوا لعندكم من دون اي كلفه اضافيه. الارقام موجوده قدامكم، اتصلوا فينا حتى تحصل عليها. اما هلا فرح احكيكم عن ايتم كتير جديد بلابوتيك وكتير رح يرضي اذواقكم. ليش؟ لانه كل الستات خاصه مع بدايه الشتويه بحبوا يعملوا العصير الطازه يحتفظ بالفيتامين سي مثلا مثل التفاح، من دون ما تضطروا تقطعوا الفواكه اللي بدكم تعصروها لقطع صغيره. فيكم تستعملوا مثلا التفاحه من بعد ما تشيلوا اكيد هيدي الشقفه الصغيره منها، بتنحط كلها سوا بقلب هيدي العصاره. هالعصاره المانيه وجودتها كتير عاليه، بتتميز انه بتعصر التفاح تفاحة كاملة، الرمان من بعد ما تقشروه فيكم تحطوها كلها سوا، وكمان الجزر وغيرها من الاشياء اللي انتم حابين تعصروها بالبيت. بتحطوها بهالشكل، بتكون هي بشكل لافور سنتريفيوج مثل ما بيقولوا، بتسحب الفواكه اللي انتم عم تحطوها وبتعصرها، وبتزت القشر، بتفصل القشر عن العصير، بتزت القشر بهالدسبنسر هيدا، واكيد بتلاقوا انه العصير صار مصفى وموجود بهيدي القطعة الصغيرة، وهيك بتقدروا دغري تشربوا والعصير تبعولكم كتير طازة. هالقطعة بتوصل لعندكم ب 79 دولار بس من دون أي كلفة إضافية، وأكيد مكفولة بلابوتيك. وأهم شي فيها إنه لما بتخلصوا عصير تقدروا تجلوها بكل سهولة، ما بتاخد معكم وقت ومنا صعبة الحمل، منا تقيلة، منشان هيك هي مكفولة ونحن بنضمن لكم جودتها. إذا هالعصارة ألمانية مكفولة 100% بلابوتيك. أما هلا أنا وياكم بننتقل، برجع بذكركم، عم بيقول المخرج حتى اذكركم مره ثانيه بسعرها 79 دولار بس، وصل لعندكم على البيت حسب الارقام يلي عم تشوفوها خلال الحلقه قدامكم. وانا هلا رح انتقل لعند منال. رح ننتقل لعندي لحتى نحكي عن هالايتم المميزه لحتى تقدروا تتخلصوا من البرغش والدبان وين ما كنتوا موجودين. هاللامبادير الحلوه يلي هي شكلها كثير مميز، اول شيء بتستعملوها للزينه، بتيكم تحطوا عده لامبادرات بجنيناتكم ببلكوناتكم، وحتى وحده هي بتقوم بالمهمه، بس اذا حبيتوا تزينوا كمان مش غلط ابدا. بتتشرج على الطاقه الشمسيه ومن اليو اس بي، بنفس الوقت في لها ضوين، الضو الازرق لتقعدوا قعده رومانسيه، قاعدة حلوة ومميزة. وإذا كبستوا كبسة تانية بيطلعكم اللون الموف. اللون الموف هو بيشد البرغش والدبان، أول ما بيقربوا على هاللامبادير بيموتوا دغري بدون ولا أي تعب ولا عذاب. وحتى كمان في حال كان عندكم زرارية فيكم تركبوها، وفي إلها هيدا الستاند، فيكم تحطوها بهيدا الستاند وتشكوها بزراريعكم، كمان بتقوم بنفس المهمة. بدي أذكر إنه بتتشرج من الطاقة الشمسية لمدة 8 ساعات، وإذا ما كنتوا بدكم تستعملوا لو هالثمان ساعات المشرجين وانتم منكم بالبيت فيكم تكبسوا كبسه الاف، ومن بعدها بس ترجعوا على بيوتكم وبدكم تستعملوها بتكبسوا كبسه الان، وهي بتضل محافظه على التشريج يلي مدتها
8 ساعات. رح نحكي عن الثيرمو كونتينر يلي كثير اشخاص لازم يكون موجوده بكل كل فرد بالبيت مفروض يكون عنده هالثيرمو كونتينر لحتى في حال كنتوا رايحين بيكنيك، رايحين على البحر، رايحين على سكي هلا بموسم الشتاء، وبنفس الوقت بدكم تاكلوا بشكل صحي. في عنا هالثلاثه تابر ويرز يلي معمولين من ستينلس ستيل ومضغوطين بشكل مضبوط ليحافظوا على الفيتامين يلي موجوده بالمأكولات، ومش بس هيك بيحافظوا على حراره الاكل لمده كمان 8 ساعات. إذا كان أكلكم سخن بضاينكم 8 ساعات، وإذا مسقع أو أي ديسير أي نوع ديسير كمان بضاينكم 8 ساعات. فيكم تحطوها بقلب هالثيرمو كونتينر وبتاخدوها معكم وين ما رحتوا. وفي حال حبيتوا تحصلوا على الثيرمو كونتينر اللي موجود منا بلونين الأزرق والأخضر، بيطلع لكم معها هالروبو ستير لكل ست بيت تقدر تحل من مشكلة تحريك الطبخات. في كتير طبخات بيتطلبوا تحريكة، بتمشي على سرعتين، معمولة من كاوتشوك ومن ستينلس ستيل ولكن ضد الحرارة، يعني ما بيطعموا، ما بيلزقوا، ما بيدوبوا، ما بيصدوا، ما بيصدلون ولا أي شيء. بتقدر تحطوها بالطنجرة وهي بتبرم لوحدها، هيك بتكونوا عم توفروا وقت وكمان عم بتخافوا على مفاصل إيديكم ما يوجعوكم على كترة التحريك. كمان من عالم المطبخ رح نحكي عن هالعصارة يلي أكيد كل سيدة بتعرف العصارات الكهرباء ولكن ما بتصرف كهرباء ابدا. والمميز فيها انه فيكم تقصوا الليمونه او الحامضه بمجرد ما تضغطوها من فوق هي بتعصر لوحدها. رح نحكي كمان عن ستيكي بلندر. ستيكي بلندر المميزه يلي مفروض كل بيت يكون عنده منها. اول شيء رح نحكي عن نقاره الكوسه، برجع بحكيكم عن ستيكي بلندر. نقاره الكوسه يلي هي بتنقر الكوسه، البطاطا، الباذنجان، القرع، اي نوع شيء بتكون تشيله حشوته لحتى تحشوه عن جديد. وبنفس الوقت طبعا في إلى راسين في حال كان عندكم اي نوع خضره اطول من الثاني. اثنيناتهم سوا ب 55 دولار، مظبوط 50 دولار. هاي الخمسه يمكن انا بدي اخذها كوميشن لإلي، 50 دولار فقط. يعني بتكونوا طبعا عم بتوفروا كثير لما تكونوا عم تاخذوهم سوا. اما في حال حبيتوا تحصلوا على الستيكي بلندر يلي هي فيكم طبعا تطحنوا فيها العدس، الحمص، اي شيء عبالكم تطحنوه، وبنفس الوقت في إلى الراس الثاني يلي هو هالخفاقه لتخفقوا ان كان العجين او الكريم على الجاتو والى اخره. ما بدنا ننسى هيدا الجار لتقدروا تحطوا المنتجات يلي بدكم تعصر يلي بدكم تطحنوها، وهالكبايه يلي مضغوطه بشكل مظبوط تنحط بالثلاجه، فيكم تحطوا فيها بالبراد، فيكم تحطوا فيها مأكولات ولاد صغار او حتى صوصات وحيلا شيء بيضلهم مضغوطين مظبوط ومحافظين على الفيتامينات يلي هن فيهم. اما من ماستر شيف طبعا عندنا هالفود بروسيسر اللي هي عباره عن عده ماشينات بماشين وحده. عندنا اول شيء هالخلاطه لحتى تقدروا تعملوا كوكتيل ولاد كوكتيل لإلكم او حتى ماكولات ولاد صغار وغيرها. واذا بدكم تفرموا اللحمه في عندنا شفرتين، شفره حديديه لفرم اللحومات، بتسقطوا اللحمه هون شوي شوي لتقدروا تنفرم بشكل مظبوط، والشفره البلاستيكيه اذا عندكم عجين عبالكم كمان تحركوا وتخلطوا. ما بدنا ننسى هالست شفرات لحتى تقدروا ست شفرات بقياسات واشكال مختلفه حتى تقدروا اكيد تفرموا المشروم، التشيز والى اخره. اثنيناتهم مع بعض 155 دولار فقط، يعني الستيكي بلندر مع الفود بروسيسر 155 دولار فقط. في حال حبيتوا تحصلوا على الستيكي بلندر بتحصلوا عليها ب 55 دولار، وعلى الفود بروسيسر وحده 125 دولار، اما مع بعضهم 155 دولار، هيك بتكونوا وفرتوا 25 دولار تقريبا. هيدا بالنسبة لعالم المطبخ وماستر شيف. رح نتوقف هلأ مع بريك صغير، بتمنى ما تنهزوا من حد التلفزيون شوي صغيرة ومنرجع معكم. لكم مشاهدينا بعد البريك، ودايما بلا بوتيك منحب نفاجئكم بايتمز جديد بتهتم بصحتكم وبست البيت يلي بتحب تطبخ بطريقة كتير صحية او تقلي بطريقة كتير صحية او تشوي بطريقه صحيه. ليش قلت لكم شوي؟ تخيلوا انه هن ثلاث مقالي جديد جبناهم على لابوتيك، ولكن هن المانيات مميزات بشو؟ بانهم ماربل كوتد. ماربل كوتد يعني بيعطوا افيه الحجر حتى تقدروا اذا انتم حابين تشووا الاشياء بقلبهم. اذا ثلاث مقالي من ثلاث قياسات مختلفه من المانيا، ماربل كوتد بشكل انكم فيكم اذا بدكم تقلوا بزيت خفيف او حتى على المي او حتى تقلوا
تكونوا عم تستخدمون للشوي البطاطا وغيرها، هيدا الشيء بحافظ على صحتكم وبيسمح لكم انكم تستخدموهم بطريقه كثير صحيه. وهن ثلاث قطع مختلفين، عم بيقول المخرج انه نقصرتي مع التياب، يعني فينا اخذ معي هلأني واسقه على البيت. كمان فينا اكد لكم انه هالمسكه كمان شوي متقوسه، معموله بشكل انكم فيكم تشووا او تقلوا اي شيء حطيتوه بقلب هالمقاله بشكل صحي من دون ما تحترق ايدكم. هي مسكه من السيليكون الاحمر واكيد بيلبقوا مع كل بيوتكم وكل مطبخكم. بدي احكيكم هلا عن هالكعب الرائع، مثل ما شايفين كعبة بيوزع الحرارة بشكل كتير معتدل، حتى لما تشوه ما يلزق عليها شيء، وحتى إذا قليته أو حتى إذا طبخته عليها ما بيلزق ما بينلدع، وأهم شيء إنها بتنجلي بكل سهولة وما بيصير لها شيء، ما بتنخدش وما بتتجرح. هالسيت من المقالة الألمانية بيوصل لعندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية بسعر 49 دولار بس. شوفوا الأرقام على الشاشة واتصلوا فينا قبل ما يخلص هالأوفر الرائع. رح انتقل هلا حتى احكيكم عن لوناريكس. لوناريكس هالسيت من الطناجر، صواني الفرن، طنجره مقليه ومقاله، 16 قطعه بيناسبوكم بمطابخكم، كمان بيلبقوا مع كل المطابخ لانهم من لون البوردو الكلاس يلي كل ست بيت بتحب يكون عندها اياه. ثلاث قطع ثلاث مقاله مختلفين لانهم بيتميزوا بخمس طبقات من التفلون بالداخل، خمس طبقات من التفلون يعني ما بيتجرحوا وما بينخدشوا، بما معني انهم ما بيصدوا وما بيفوتوا بكتيريا على الأكل، وبيساعدوكم أنكم تكونوا عم تستخدموهم بطريقة صحية. إذا قليتوا فيهم من دون زيت أو من دون مي فيكم كمان تكونوا عم تستفيدوا منهم. وأكيد في عنا هالمسكة المتقوسة يلي بتسمح لكم تمسكون على النار إذا كنتوا عم تعملوا أوملات من دون ما تحترق إيدكم. إذا حابين تحصلوا على هالمقالة لوحدهم تتصلوا على الكول سنتر بتشوفوا شو سعرهم لوحدهم، وأكيد تقدروا تحصلوا عليهم ومكفولين خمس سنين. كمان من ضمن هالسات في عنا هالطنجرة يلي فينا نستعملها مقلاية رائعة، لأنها كمان بتتميز بخمس طبقات من التفلون من الداخل، بمسكتين تقدروا تحملوها دغري عن النار من دون ما تحترق الإيدين. وأكيد هالكفر الشفاف يلي بيسمح لكم في حال استعملتوها للطبخ مش للقلي، بتقدروا تطلوا على طبختكم من دون ما تضطروا تفتحوا هالكفر ومن دون ما تطلع ريحة الطعام بوشكم. هالكفر في عنده فتحة صغيرة بيطلع منها البخار، ومسكة كمان برضو ما بتحترق الإيد إذا مسكتوها، وأكيد في بقلبها خمس طبقات من التفلون. مننتقل هلأ للصواني، صواني الفرن، صواني ثلاث قياسات مختلفة أكيد بيعجبوكم لأنه قياساتهم بتناسبكم أول شيء، لأنه في خمس طبقات من التفلون، وكمان لأنه فيكم تعملوا أطيب كيك من دون ما تنلدع وتلزق وتقلبوها بكل ثقة، أو فيكم تطبخوا طبقاتكم فيها كمان بتنضج الطبخة بشكل كتير سريع وبتوفر عليكم غاز. إذن ثلاث قياسات مختلفة من صواني هالفرن. بدي أذكركم أنه من ضمن هالسات هالطنجرة المقلية فيكم تحصلوا عليها لوحدة، وصواني الفرن فيكم تطلبوهم لوحدهم، أكيد تتصلوا على الكول سنتر حتى تعرفوا الأسعار المفرقة. منحكي هلأ عن أربع قياسات من الطناجر مميزين بخمس طبقات من التفلون، كمان بهالكفر ستينلس ستيل يلي لما بتجلوه بيرجع بيلمع لمع وبتحسوا أنه طنجرتكم رجعت جديدة. كمان في عنده مسكتين بوردو بيمنعوا التقاط الحرارة إذا شلتوا الطنجرة دغري عن النار. واللي بيميز هالطناجر هن قياساتهم، بدي أحكيكم أنه في القياس الصغير فيكم تعملوا فيه صوص، القياس المتوسط تعملوا فيه الرز مثلا، والقياس الكبير اللي بتعملوا فيه طبخة كبيرة بتأدي كل الموجودين معكم على الغداء أو العشاء. هالطناجر الأربعة هن من ضمن سات لوناريكس، كمان فيكم تحصلوا عليهم لوحدهم، ولكن إذا حابين تحصلوا على سات كامل هن 16 قطعة بيوصلوا لعندكم على البيت ب 189 دولار، مكفولين خمس سنين من دون أي كلفة إضافية، بيوصلوا لعندكم تصلوا على الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة. مننتقل هلأ لست مختلف من الطناجر، هن معمولين من ستينلس ستيل مثل ما شايفين، بيلمعوا لمع رائعين، كتير براتيك لكل المطابخ، بيلبقوا مع كل المطابخ، مزينين بطريقة كتير لبقة، وكمان بيتميزوا بهالكفر يلي فينا نقول انه محكم الاغلاق على طبختكم. اذا بدكم تطبخوا بطريقة كمان صحية فيكم تطبخوا من دون زيت من دون مي من دون ما يلزق شيء، واكيد ما بيتجرحوا لما بتجلوهم. ولكن شو بيميزون؟
سماكة كعبهم مثل ما شايفين، سماكة هالكعب يلي بتساعد على توزيع الحرارة بشكل كتير معتدل. هيدا الشيء بأكلكم انكم فيكم تحملوها دغري على النار من دون ما تحترق الايد، واذا حبيتوا توضبون بقلب بعضهم كمان بيساعوا بقلب بعض من دون ما ياخدوا مساحة كتير كبيرة بمطبخكم. هالست بيوصل لعندكم ب $145 بس مكفول 10 سنين، تخيلوا هالكفالة هيدي، لانه نحن اكيدين من ضمانتهم وجودتهم. اذا اتصلوا على الارقام الموجودة قدامكم على الشاشة قبل ما يخلص الاوفر. ننتقل هلا حتى نحكي عن هالصاج الي. هالصاج الي اللي هو ايميه باللون الاسود من الخارج، مقياسين مختلفين، القياس المتوسط والقياس الكبير. يعني اذا انتم حابين تطبخوا الطبخه الصينيه او الطبخه الطليانيه، او حابين تقلوا المقالي فيه بطريقه كمان كتير صحيه لانه بيتميز بالتفلون الناري اللميع من الداخل، اذا بتقدروا تقلوا وتطبخوا فيه من دون ما يطرطش لبرا، لانه مثل ما شايفين انه واسع كتير من جوا وعنده مسكتين من العظم تقدروا تحملوه دغري عن النار. واكيد بتقدروا توضبوه بطريقه كتير سهله، بينحط بقلب بعضه من دون ما يتجرح. مع هالست بتحصلوا على الدايحة اليابانيه يلي بتساعدكم انكم تشعلوا تحت طبختكم من دون ما تحترق الايد. اذا هالست بيوصل لعندكم ب $36 من دون اي كلفه اضافيه، وبذكركم انه كل شيء عندنا مكفول 100%. تننتقل هلا للسلطه، للناس اللي بحبوا يتعشوا ويتغدوا سلطه حتى يحافظوا على رشاقتهم، في عندنا 5 جوت من السلطه بيرضوا كل الاذواق. اول شيء لانه عندنا اللون الليلكي واللون الزهري. كيف يعني اللون؟ اذا كانوا هن ستينلس ستيل مثل ما شايفين بيلمعوا لمع بيبرقوا برق، بينجلوا بكل سهوله، ولكن في عندهم هالدائره من السيليكون المميزه يلي بتساعدهم انه بتساعدكم انتم تحطوهم وين ما بدكم من دون ما ينزلق الجاط، وكمان لما تجلوهم ما بيصير لشيء هالدائره من السيليكون، بتزين الجاط وبتحميه. هالجود من 5 قياسات مختلفه، القياس الكبير بتقدروا تستفيدوا منه حتى تجبلوا الفتوشه والتبول التبوله والفتوش، حلو قلبناهم هلا، بتجبلوهم بطريقه من دون ما تتلدوا طاولة حدكم. اذا 5 قياسات مختلفة من جود هالسلطة من ضمن هالباكج. هيدا الباكج كتير رح يرضيكم لانه رائع. في عنا 3 صواني من الزجاج الناري، ما بيتفسخ ما بيتشقق ما بيصير له شيء، يعني فيكم تحطوه بالفريزر، فيكم تحطوه بالفرن، فيكم تحضروا طبختكم بالفريزر ترجعوا بس بدكم تطبخوها بالفرن، تنطروا حتى تاخذ حراره المطبخ. 3 قياسات مختلفه من صواني الفرن، في عنا الحجم المستطيل والحجم الاوفال. كمان من ضمن هيدا السيت في عنا 3 ركاوي من الزجاج الناري. انا عم بحمل الركوه الكبيره، شوفوا قديش بتساع، بتقدروا تعملوا فيها كراشت ايس مع عصير تحطوها بالفريزر او بالبراد، وكمان فيكم تغلوا فيها الشاي والنعنع حتى تشوفوا قديش حابين يكون ثقيل قديش حابين يكون خفيف. ما بيصير لشيء على الغاز، ما بتتشقق وما بتتفسخ، وبتتميز بلونها اللايم والزهري الموجودين معنا على الطاوله. 3 قياسات مختلفه من هالركاوي يلي كمان فيكم تستعملوهم للقهوه. هالطبقه بتساعدكم انكم تحطوا الشيء اللي بدكم اياه وتحافظوا عليه سخن اما مسقع لمده اطول. هالست بيوصل لعندكم ب $69 من دون اي كلفة إضافية، والأرقام موجودة قدامكم على الشاشة، وأكيد مكفول 100% من لابوتيك. ننتقل هلأ للفلاور بان سيت يلي عم يخلص من عنا قد ما هو مطلوب. في عنا هال5 طناجر المميزين، إيميه باللون الأبيض من الخارج مزينين بالورود، في عندهم هالطبقة البيضة كمان، وعندهم طبقة مثبتة من السيراميك بالداخل. هيدا الشيء بيضمن لكم إنها ما بتتأشر بسهولة، وأكيد إذا بدكم تطبخوا فيها بتطبخوا بطريقة كتير صحية، بتغلي طبختكم أو بتنضج بشكل كتير سريع، بتوفروا على حالكم غاز، ومثل ما شايفين فيكم توضبوهم بشكل كتير سهل، ما بياخدوا مساحة كتير كبيرة بمطبخكم، وهالمسكتين تقدروا تحملوهم فيهم. هيدا السات مع هيدا الصاج ألي، هيدول سات مع بعضهم. هالصاج ألي الواسع اللي فيكم تقلوا فيه وتطبخوا فيه بيتميز بالتفلون الناري من الداخل، كفر شفاف من الخارج عنده فتحة بيطلع منها البخار، و3 ماسكات من السيليكون حتى تحملوه من بعد ما تخلص الطبخة، وحتى تفتحوا هالكفر الشفاف يلي بيساعدكم انكم تطلوا على الشيء اللي عم تطبخوه او حتى عم تقلوه من دون ما تضطروا يمكن تفتحوه وتطلع ريحة الطبخ بوجهكم. هالسات لوحده بيوصل لعندكم ب $100 بس مكفول 100%، الارقام موجودة قدامكم، اتصلوا فينا حتى يوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفة اضافية.
اما هلا فرح ننتقل لست اخر، ست نحن وزعناه بشكل مختلف وجديد بلا بوتيك. اذا حابين تضيفوا الناس اللي جايين يعملوا لكم زياره شاي وقهوه بذات الوقت، في عندكم ست بيلبق مع بعضه 100%، ايميه باللون الابيض من الخارج مزين بالورود، واكيد هالبريق يلي هو للشاي بيتميز بهالطبقه من السيراميك يلي حتى لما بيطلع البخار اذا فتحتوها الطبقه من السيراميك او المسكه من السيراميك يلي انا ماسكتها فيها ما بتتصدي واكيد ما بتحمى، وكمان بتقدروا تسكروا على الشيء اللي غليتوه بيضلوا سخن لمده اطول وعنده هالطبقه الصغيره حتى يمنع تسرب اي شيء من الداخل. كمان مع هالبريق بيطلع لكم ثلاث ركاوي من زيت السات، زيت الموديل ايميه باللون الابيض مزين بالورود، كمان بيتميز بهالطبقات وبطبقه من السيراميك المثبت من الداخل. هالطبقه فيكم تسكروها حتى تحفظوا القهوه اللي غليتوها سخنه لمده اطول، ثلاث قياسات مختلفه من هالركاوي. هالسات البريق مع الركاوي الثلاثة بيوصل عندكم ب $45 من دون أي كلفة إضافية، الأرقام موجودة على الشاشة مثل ما لاحظتوا. هالأوفر عم يخلص بكل سهولة، يعني كانت الطاولة مليانة من الفلاور بانسات هلأ صارت أقل لأنه عم يخلصوا الأوفرات عنا، من شان هيك أنا بقلكم تستعجلوا تتصلوا على الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة حتى توصل لعندكم على البيت من دون أي كلفة إضافية. وإذا واجهتوا اي مشكله بتتصلوا بالكول سنتر بتعرضوا مشكلتكم، واكيد لغرض يلي ما بيناسبكم او لقيتوا فيه لا سمح الله دفوا اكيد بنرجع بنرد لكم اياه وبنبدا لكم اياه. ننتقل هلا لعند اي بي سليم واي بي كير مع منال. مشاهدينا اي بي سليم واي بي كير هالبرودكتس المميزه يلي غنيه بالفيتامينات وبالاعشاب الطبيعيه يلي فيكم تلاقوهم مش بس بلابوتيك، فيكم تلاقوهم باكثر من 3000 صيدليه بلبنان، فانتو بتختاروا اذا حبيتوا تحصلوا عليهم من عنا بيوصل عندكم على البيت طبعا بدون اي كلفه اضافيه، واذا حبيتوا تحصلوا عليهم من الصيدليات ما في مشكله ابدا، هيك بتكونوا مطمنين بالكم انه كل البرودكتس اللي عم نحكي عنها مصدقه من وزاره الصحه ما لها ابدا اثار جانبيه. لتقدروا تحافظوا على جسم سليم وكمان بنفس الوقت على جسم فيه هالرشاقه الحلوه، على جسم منحوت اذا بدكم، ما لكم غير تستعملوا باكج اي بي سليم يلي هي مؤلفه من كبسولات. اول شيء عندنا هالكبسول يلي فيها 30 حبه، كل حبه بتاخذوها مره الصبح على قبل الترويقه، وبتشتغل اول شيء على حرق الدهون، بتشتغل على حرق الكالوري، وبنفس الوقت كمان على قطع الشهيه بشكل طبعا يخليكم تاكلوا مش تنقطع بشكل كلي، هيك بتكونوا عم تاكلوا كميات صغيره من الاكل، وهيدا بيساعد انكم تنحفوا من 4 ل 8 كيلو بظرف شهر، خاصه اذا بتدعموه مع هالشاي، الشاي المميز اللي هلا رح نحكي عنه، بس لخلص لكم عن الكبسولات انه ما في لهم ابدا اثار جانبيه، مصدقين من وزاره الصحه، فقط غنيين من الاعشاب الطبيعيه، بتقدروا طبعا تستفيدوا بشكل كثير كبير بس تاخذوا هالحبوب، مش بس لحتى التنحيف كمان بتقدروا تستفيدوا لانه بنشط الدوره الدمويه بشكل مظبوط، هيك بتحسوا طالما الدوره الدمويه عم تمشي صح بتحسوا انه هالسر تحت عيونكم عم بخف، عم بيعطي نضاره لوجهكم، وبنفس الوقت عم تحسوا بانرجي كثير قويه لانه كثير مهم بالجسم تقدروا تدعموها بشيء لتقدر تمشي الدوره الدمويه بشكل مظبوط. كمان مثل ما سبق وقلت اذا بتدعموه مع هيدا الشاي المميز يلي ما فيه كافيين فيكم تاخذوا كل ساشيه بالليل قبل ما تناموا، طعمته كثير طيبه ما بتقلقوا بما انه ما فيه كافيين، تاني نهار الصبح بتقوموا بتفوتوا على التواليت في حال عندكم مشاكل امساك، وبنفس الوقت في حال عندكم انتم ضعف ولكن بس تاكلوا في عندكم نفخه معينه ما عم تقدروا تتخلصوا منها، بمجرد ما تشربوا من هيدا الشاي بتحسوا حالكم نفستوا، كمان طبعا بيشتغل على الكوليسترول انه ما يزيد، بيشتغل على تنظيف الكولون، عنده عده عوامل اساسيه بيشتغل عليها بالجسم للحفاظ على البشره، وكمان طبعا بيدعم الكبسول لتقدروا تنحفوا بشكل اضبط اكثر واكثر. اما كمان في حال كنتوا بدكم تاخذوا الباكج كامله وعندكم سيلوليت فيكم تستعملوا هيدا الكريم، هيدا الكريم للسيلوليت ولا الترهلات، بتحطوه مكان الترهلات والسيلوليت، بتفركوا 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 شمال بعدين يمين، ومن بعدها بتحسوا انه في احمرار وبعد الحراره عم تطلع من جسمكم، هالحراره والاحمرار هو بيعني انه الدهون الموجوده بقلب جسمكم اللي عم تعملكم سيلوليت، يلي عم تعملكم ترهلات عم تبلش تطلع من الجسم تتكسر لتزول بشكل نهائي، والاهم من هيك انكم تستعملوا قبل ما تروحوا على الجيم او تعملوا اي رياضه معينه لو حتى المشي فيكم تستعملوا لانه بيعطي بوست، بيعطي قوه اكبر على مع الرياضة
هذا لتقدروا تنحفوا وتتخلصوا من السيلوليت، تتخلصوا من الترهلات. وطبعا اذا دعمتوها مع الشاي ومع الكبسول بتكونوا حافظتوا على على جسمكم بشكل كتير كبير بدون طبعا اثار جانبيه. برجع بذكر كل المنتجات اللي عم بحكي عنها موجوده باكثر من 3000 صيدليه وبلابوتيك، انتم حرين من وين بدكم تحصلوا على هالبرودكتس المميزه. ايدي كير بينتبه على ادق التفاصيل لحتى يقدر يفيد كل شخص منا، يعني البرغش ما حرمنا من كيفيه التخلص منه، في عنا هالكريم، الكريم المميز اللي بيشتغل على ثلاث قصص، اول شيء ايدراتان فيه فيتامين او او للجسم، بيستعملوه رجالا ونساء لانه اول شيء ريحته ما فيها ابدا ما خاصه بالانوثه، فيكم تستعملوها يا رجال، وكمان طبعا بمجرد ما تحطوها على جسمكم بس ترجع تجي البرغشه لحتى تعقصكم بتفل تلقائيا، بتفل بدون ما تعقصكم ابدا. اما في حال شنهار عقصتكم برغشه يا معترين وحسيتوا انه نسيتوا انكم تحطوا هذا الكريم، فيكم من بعدها دغري تلحقوها بشويه كريم على محل العقصه، بتحسوا انه الحكه عم بتزول والاحمرار عم بيخف. رح نحكي عن السكرابز للجسم، هالسكرابز الاكثر من رائعين الغنيين بالفيتامينات. اول شيء عندنا سكراب على كوكونات غني بالكوكونات الطبيعي، على عسل غني بالعسل الطبيعي، وعلى ستروبري كمان غني بالستروبري الطبيعي، كل ثلاثه ب $30 فقط واصلين لعندكم على البيت بدون اي كلفه اضافيه. واذا بتنتبهوا انه الجار كبير يعني بيأديكم وقت طويل، بنفس الوقت فيه حبيبات صغيره، هالحبيبات لما تحطوها على جسمكم بتفركوا جسمكم بشكل هيك بتشدوا شوي على جسمكم، بتحسوا انه اللحم الميت عم بيطلع بشكل كتير كبير، عم تحسوا غرايب وعجايب عم تطلع من جسمكم لتنظفوا جسمكم من الجذور ويصير بشرتكم صافيه نات صاف، وكمان اكيد مثل ما كل شخص بحب انه تكون بشرته. كمان الشعر ما حرمنا اي بي كير من علاج الشعر، في عنا هالباكج المميز اللي مؤلفة من شامبوان كريم وماسك غنيين بالارجن اويل، ارجن اويل هالنبته المغربيه اللي ما بنلاقيها غير بالمغرب، بنقدر طبعا نستفيد منها بكل الدول بما انه ما بتنزرع غير بالمغرب، غنيه هالباكج بالارجن اويل للاشخاص اللي شعرها مزيت، للاشخاص اللي شعرها مسبسال ما عم بيطول ما فيه هالحيويه، مضطرين انكم تحمموه كل يوم، بمجرد ما تستعملوا هيدي الباكج اللي فيكم تهدوها كمان كادو لمين ما بدكم، بتكون احلى كادو للعنايه بالشعر، تقدروا تحسوا انه بالفعل هالتزيت عم بيطلع من شعركم، عم ترجع لكم الحيويه، وبنفس الوقت عم بيطول شعركم بشكل كتير كبير. كمان للشعر عندنا لتساقط الشعر ما بخيل علينا اي بي كير بالانين السوداء للرجال، انين البيضاء للنساء، هو شامبوان ضد تساقط الشعر بنفس الوقت، يعني فيكم بكل سهوله تحطوه على شعركم، تعملوا هيك شويه مساج على شعركم لمده دقيقه او دقيقتين، من بعدها تنقعوا لمده يمكن شيء 7 دقائق، فيكم تليفوا جسمكم بهالوقت او تعملوا سكراب اي بي كير، من بعدها بس تفوحوا، مش بحاجه تعملوا شامبوان عن جديد لانه هو شامبوان منه وفي. وين راحت هيدي البابل كلينزر؟ كمان لتقدروا تنظفوا بشرتكم بشكل كتير صحيح، لانه ما تفكروا حيلا صابونه بتقدروا تنظف لكم بشرتكم مظبوط، ما تفكروا يمكن ديماكيان عادي بيقدر يقوم بهالمهمه، لو حسيتوا انه وجهكم نظيف ولكن بجذور المسامات دائما معبايه من البوليسيون من اثار الميك اب من الغبره من الطقس والى اخره، بتكون معبايه من شوائب معينه لازم تشلوها بشكل الصحي. فعندكم هالكلينزر يلي بتحطوه اول شيء بلا مي نقطة صغيرة بتقدروا تعملوا وشكم كله، بتفركوا من بعد ما تفركوا بيطلع هالفوم، هالفوم يلي هو غني بالاكسجين، بخلي الاكسجين يفوت على المسام ينظفها من الجذور لحتى تصير ريدي انكم تحطوا كريماتكم، ومن بعدها بتحسوا انه نتيجة الكريمات عم بتصير عم بتفيدكم بشكل اكبر. رح نحكي عن دكتور وايت، دكتور وايت للأشخاص يلي عندهم يمكن مشاكل إنه سويت تحت البط، سويت على الكوع، على صابونة الإجرين أو حتى الأماكن الحساسة، طبيعية 100% ما فيها أبدا أثار جانبية، من أول استعمال بتبلشوا تلاقوا الفرق، وبعد عدة استعمال بتلاقوا إنه هالسويد الموجود اختفى كليا. كمان عنا دكتور سكين هيدي لهيدي، عنا الماسكات، عنا هالباكج من الماسك المميز يلي هو جولدن ماسك غني بمية الذهب، شو في أحلى وأهم من مية الذهب لحتى تقدروا تخلوا هالنضارة تفع وتطلع تظهر بشكل مظبوط ببشرة
بشرتكم، خاصة لما تتجدد الخلية بشكل مظبوط، تشح خاصة لما تتجدد الخلية بشكل مظبوط وتحسوا انه الدورة الدموية عم تمشي صح، وتحسوا مكان الترهلات عم يختفي وعم بتشد البشرة، محل التجاعيد كمان عم بيزول. مع كل جولدن ماسك يلي هو مؤلف من 3 ماسكات بيطلع لكم ماسك واحد من الفي شيب. هالماسك للأماكن هون من الوجه للترهلات للتجاعيد، وكمان إذا عندكم لحم زايد بهالمكان فيكن تحطوها بكل سهولة، تعلقوها بدينيكن وتخلوها تقريبا ربع ساعة. يعني مع كل جولدن ماسك بيطلع لكم في شيب واحد، وفي حال كنتوا بدكم تخلوا هالمكان من الترهلات والتجاعيد يزولوا كليا، فيكن تستعملوا 29 في شيب ماسك لحتى تقوموا بالمهمة بشكل صحيح وتحسوا بالنتيجة النهائية اللي بتحبوا انكم تحصلوا لها. هما هلأ رح ننتقل لعند سندي على برودكت كتير مميز، خلينا نشوف عن شو بتخبرنا. مشاهدينا اليوم معنا برودكت جديد وهو هالميزان الحرارة الديجيتال. هالميزان الحرارة اللي هو حل لكل شي مشاكل مع أولادنا، خناقات، يمكن خوف او تروما اخذين اولادنا من ميزان الحراره اللي عاده بدنا كثير وقت نقدر نفحص فيه او نقدر نشوف حراره اولادنا فيه. هالميزان اللي بيمشي اكيد طبعا على بطاريه، هالميزان اللي جدا براتيك جدا حلو، بكون بقلب بيوتكم. اول شيء ما قالكم غير تحطوه هون له كبسات، تحولوا كبسته لميله البادي، يعني على طول تكون ممدوده لميله البادي تاخذ حراره الجسم، ومن بعدها ما قالكم غير اول شيء بتكبسوا هيدي الكبسه من هون وبتضوي الشاشه. اول ما تسفر الشاشه تحسوها مسفره، بترجعوا بتحطوها عاجبينكم، بتكتب لكم صوره بتحطوها عاجبينكم وبترجعوا بتكبسوا من اول وجديد. باقل من ثانيه، بنص ثانيه، يعني ب 0.5 seconds بتطلع حراره جسمكم دغري. هلا انا ماشي حالي حرارتي 37.5، بعدنا منيحه. هيدا ميزان الحرارة بيعطيكم حرارة جسمكم بأقل من ثانية، بنص ثانية، بشكل جدا سهل. بترجع بتكبسوه بترجع هي بيطفي وحده. على البطارية عم بتوفروا هالعدة، عم توفروا سبيرتو، عم توفروا انكم تقعدوا تخضوا وانكم تقشعوا هالزيح اللي كتير صغير، وانه ولادكم كمان يخافوا منه. هالميزان الحرارة جدا حلو ب $45 فقط، وصل لعندكم عقلب البيت بدون ولا أي كلفة إضافية. تنضلنا شوي بعالم الصحة كمان، رح انتقل معكم على جرافيولا. وجرافيولا هي هالمرتبين اللي فيه بقلبه هالفاكهة الاستوائية اللي هي الحل لكل شيء أمراض، اللي هي الحل لكل شيء أمراض عنا، لكل شيء فيروسز، لكل شيء كمان قلة مناعة. جرافيولا هي فيها بقلبها B1 B2 B6 وB9. هي ملعقة واحدة من جرافيولا بتغنيكم عن ترويقة بكاملة، بتاكلوها الصبح بتحسوا عم تعطيكم الانرجي، بتحسوا عم تعطيكم كل شيء عبالكم تاخدوه. في كمان بقلبه انتي اوكسيدانس، وقت تاخدوه بتبلشوا تحرقوا سموم، بتبلشوا تحرقوا فات، ما انا مزبوطه تضلها بقلب جسمكم. جرافيولا اذا بتكتبوا جرافيولا بالعربي كمان على الانترنت بتعرفوا قد في شهادات حيه شافيتها جرافيولا من امراض مميته. جرافيولا كمان بتمشي لاولاد صغار، بما انه ما في بقلبها مواد حافظه ومواد اصطناعيه. إذا ما تقبلوا طعمتها أكيد فيكن تخلطوا لهم إياها مع الحليب لأولاد صغار لو حيل قد ما كان عمرهم، طعمتها مثل فواكه القشطة. بليز جرافيولا كتير بتعطيكم فوايد، كتير بتقوي لكم المناعة، كتير بتقيم كل شيء سموم من الجسم، عن جد إنها بتشفي. ما لكم غير تشتروا هذا المرتبين ب $25 فقط، عم بتخلصوا يمكن حياتكم من أمراض من فيروسز، تتحطوا بقلب البيت وتاكلوا. رح انتقل هلا من جرافيولا للارجن اويل، والارجن اويل هو كمان اكيد اخذ جزء كبير من حلقتنا بلا بوتيك، محطوط بقلب ماسكاتنا، بقلب كريماتنا، بقلب شامبوياتنا. كيف اذا كان الارجن اويل عنا اياه زيت صافي 100%، بنستخلصه من بذر الارجان من المغرب. هالزيت بينخلط معكم مع ماسكاتكم اذا ما فيهم ارجن اويل، مع الكريمات تبع الوجه فيكم انتو تعملوا الخلطة اللي بدكم اياها. اما اذا عندكم اياه صافي 100% وما عبالكم تحطوه ديركتومون، كتير بفيد الشعر تبعكم، تحطوه من الجذور الى الاطراف وبتحسوا فيه لمعية من جديد، وكمان بقيمة التقصيف برد كمان الفوليوم سوري تبع راسكم.
اما الارجون اويل كثير مهم للبشره لانه بجدد كل شيء خلايا البشره، اذا عندكم سلول ميتين، اذا عندكم ريد حول عيونكم، كمان مع الوقت بصير يقيلهم بريفنسيون للحبوب، واذا عندكم حبوب بقيمهم لكل شيء حروقات، ومن بعد عمليات التجميل اذا في جروحات بوجهكم بيختفوا ببطل يعلم سيكاتريس. وهلا رح انتقل اكيد مثل ما شايفينها طاوله الحلوين ب 66 دولار فقط تصير لعندكم على قلب البيت، ومن بعدها رح اقدم لكم هلا فيديو عباية مع زميلتنا دونا تتفرجينا من احلى العبايات من تاين اكسترافاجنس كل اثنين ب 100 دولار يومين بيوصلوا لعندكم على قلب البيت. من بعدها رح ننتقل عند منال واليومينوس. العبايات الحلوة رح ننتقل للوميناس يلي عودتنا مدام إلهام تقدم لنا كل البرودكتس الطبيعية الأورجانيك 100% لحل كل المشاكل يلي أنتو عم بتعانوا منها. صباح الخير. صباح النور. دايما بنبتدي بصباح الخير. أكيد. إن شاء الله يكون خير على كل المشاهدين. أكيد. دايما مع لوميناس. بدي أسألك بالنسبة للقشب يلي منواجهه بإيدينا من وراء تغيير الطقس بهالأيام، يعني بتحسي إيدينا بلشوا يقشبوا، حوالاتنا بلش يقشب، هذا القشب شو سببه وكيف منلاقي الحل له؟ هلأ الطقس له أكثر سبب يعني مباشر هو الطقس، تغيير الطقس دغري البشرة بتحس بهالتغيير، بس إذا منكون عم نحط الكريم قبل دايما منعطي شيء نستبق الأمور ونخزن مرطب قوي للبشرة وخاصة على تقلب الفصول، يعني ما بعود يفيدنا كريم سامبل هيك بس يرطبنا وخفيف، لا بدنا كريم كونسنتري مركز مزبوط غني بالزيوت، هيدا بصير خاصة بالليل، لأنه لما بنكون بالنهار كريم مزيت منه حلو مزعج، بس في تكنيك معينة أنا إن شاء الله بعدين نحكي فيها كمان، رح بيكون بغذي الجلد كتير وهي رح يكون في شيا بتر كتير مهمة كتير، بتعطي إدراتاسيون بنسبة كتير عالية بتفوت لاعماق الجلد تيخزن اكيد لانه ما فينا كل العوامل الخارجيه ايه كل ما غسلنا ايدنا نرجع نلاقيها جفت، هيدا شيء منه مزبوط، معناتها هالكريم بس عم بيكون براني، نحن بدنا كريم جواني يفوت على طبقات الجلد كلها ويعطي الغذاء الكافي للجلد ليقدر يضل كل نهار رطب، كثير مهم هلا بدنا نبلش باشياء ترطب تغذي وتساعد لانه الايدين ببين عليهم التعب والتجاعيد وشيخوخه مثل الوجه، عنايه الايدين شيء مهم كتير نحكي طبعاً. عنا مفصلا اذا الله راد بس ينزل البرودكت، لانه ما بتخيل ولا صابونه، ما بتخيل انا ولا مره صابنت وما حسيت ايدي ناشفين بعد الصابونه، الصابونه بتنظف الايد من اذا كنت عم تاكله ولكن بتعمل جفاف كتير كبير، وهيدا الشيء مثل ما قلتي يعني خاصه هلا ما حدا حيحس فيها الا مع التقدم بالعمر بصيروا يحسوا ايديهم مكرمشين وجعدوا بشكل كبير، وفي ستات بيشتغلوا مضطرين على طول يطهروا بمستشفيات بمطارح معينه مع اطباء مضطرين على طول نكون عم نغسل ونطهر، هو اشخاص بحاجه لهالكريم اكثر من غيرهم، بحاجه لعنايه اقوى لايديهم، خاصه من هون بتشوفي بكره
هيك مثل تشقق، في ناس بينزل اوقات دم روس الصبية لانه بتضعف كثير البشره وبتنهار، ما بيقعد في اي حمايه برانيه ولا اي شيء بالليل عم ناخده مزبوط. بدنا بالليل ناخذ كريم كثير قوي كثير يغذي لتخزن هالبشره. وكمان ستات البيوت يلي كثير بيشتغلوا بيستعملوا اوتجافيل، مش كلهم بيحطوا كفوف او ما بيكون لهم جلاده او ما بيرتاحوا، وفي ناس عم تقص بس بمجرد تغير الطقس بصير عندهم هالمشكله، ما بتعود تقدر تواجه الطقس. كمان هيدا بنقول لهم اشخاص اجباري نحط كريم مغذي قوي بالليل. الحل عندنا، الحل عندنا هذا قرار. طيب رح نحكي شوي عن نوع بشره معين يلي بيعمل كوب روز او بتحسه انه بلش من هون بتحسوه احمر او بتقولوا ليه احمريت، وما بيكون استحى وما بيكون عم بيكذب وما بيكون، بس هيدي نوع بشرته. اذا زادت هيدي الشغله كيف نقدر نخففها او ما نخليها تظهر؟ الكوب روز مرات بيكون وراثي، في ناس عاده الشقر والبيض معرضين اكثر لان بشرتهم ارق وانعم وبيضه ما بتقدر كثير تواجه العوامل الخارجيه. بس اذا ما كان عندنا اياها وهالبشره ضعيفه بدنا نرطب بشكل كثير ونحط الاكران اجباري، الاكران لكل الصبايا لو كانوا صغار وبيقولوا ما عم نظهر بالشمس، في الطقس في الهواء، الهواء بكره بعدين بيجي هالهواء المزعج طبعا. ايه السقعه القويه بتضرب البشره مثل ما الشمس بتضرب ذات الشيء، بدنا نحميها بالنهار وبدنا نغذي بالليل لنمنع الكوبروز، لان الكوبروز ما بيعود يروح، الكوبروز بنصير نخففه نرطب. كل ما كانت البشره رطبه كل ما كانت حمايتها قويه منها وفيها. على طول هي بقولها ما تتركوا بشرتكم تجف لانه ما في ازعج منها، بنصير نوقع بمشاكل نحن بالغنى عنها. طيب بالنسبه للاكران كمان بيحمي ضد الهواء؟ اكيد طبعا، مش بس ضد الشمس طبعا، مفهوم انه ضد حتى الشمس. حتى انا عندي شيء دائما بقول لهم حموه الشفاف، لانه مثل ما نحن الشفه ارق من الوجه ومعرضه اكثر، وبتلاحظي بالشتي بنلاقي ناس كلها تشقق ومقشبه. بكره بنحكي عن الشيا باتر كيف بيستعملوها لحتى ما يشوفوا ابدا جفاف بالوجه هالمنطقة هون. في ناس شو ما عملت بتقول رطبت وجهي رجعت بعدين اشعت من هون بعدني عم بقشب بعده عم بيرعاني بعدني عم بحمر، مرات بيحمروا بصيروا يقشروا كثير. مهم الكريم، كريم نايت كريم كمان بدي اقول عن النايت كريم يلي هو مغذي ومرطب وغني جدا بالفيتامينات والمعادن، رائع هيدا ما نستغني عنه. هلا بتقلب الفصول كل 3 اشهر او 4 اشهر البشره بتحتاج لشيء مختلف، يعني ما نتعود نشتري فرد كريم او نحن حطينا هيدا انا ما بحط الا ايدراتون، لا منه مزبوط منه مزبوط. مرات بدها دفش البشره، بدنا ناخذ يمكن يكون عندي هيدا انا احطه على شفافي. من هون بحب انا الست تعرف تفهم بشرتها او تعرف انا شو بحاجه، انا شو بدي، لانه اهم شيء قبل ما نحط الكريم تكنيك الحط وامتين وباي وقت وين، يعني لما بيكون عسل لحوالي العيون وبتلاقي هالست ايدها من هون معرضه، فينا نحط، مش معناتها هيدا بس للعيون، لا هيدا لانه طبيعي بيحتوي على فيتامينات، على ممكن يزبط لشفتي، ممكن لابني مثلا. كثير صبايا ستات بتقول لي ابني عقصته برغش من بعد ما نظفت بتحط له هيدا لانه فعلا كلمه كثير مهدئ هيدا الكريم. وهو لفت لي نظري على شغله بالنسبه للشفاف، لانه يمكن في كثير ناس بتعتني ببشرتها بجسمها بشكل كثير كبير بس ما بينتبهوا انه الشفاف، ما هو كمان مع التقدم بالعمر الشفه بتصغر وبتزم، فاذا ضلهم عم مثل ما عم بيحموا بشرتهم من التجاعيد بيقدروا يحموا كمان شفافهم، يضلوا محافظين على الفيتامينات اللي فيهم حتى ما يكرمشوا او ما يصغروا مع العمر. الشفه بدها نضاره، بدها حياه وغذاء، لانه بتخسر كثير خاصة إذا بنحط ميك أب، يعني الحمرة لما بنحطها دائما أنا كنت أقول حطوا شوية بيس خفيف تحت الميك أب تحت الحمرة. شو نوع بيس؟ كريم مرطب. كريم شو؟ يعني إذا من لوميناس شو بنقدر نحط؟ من لوميناس بنقدر نحط هيدا بنقطة قليلة قبل بيوم، لأنه إذا بده يضل على الشفة بيعطي كثير لمعية ما بتثبت الحمرة. أوكي. عندنا الشيا باتر ممتازة ممتازة، بكره بس ننزلها بنحكي عن خصائصها وبنحكي كيف بدنا نستعملها. إمتى بكره؟ عندنا النايت كريم قريبا جدا إن شاء الله بيكون الأسبوع الجاي، فينا نحط الإيدراتونت النايت كريم بيسوان مرقوا على الشفة، الأويل عندنا سيروم رح ينزل سيروم جمع بعضها، سيروم كثير مهم كثير فعال، كمان رح تقول كيف البشرة مرات بتكون ما بدها شيء ثقيل. مزبوط. بنحط هالسيروم بظروف بأوقات معينة البشرة بدها تنوع. على كل حال أكيد بنحكي تفاصيل أكثر عنها، حمستيني وأكيد حمست المشاهدين. أكيد. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا دايماً ختام مسك مع لوميناس، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع معنا ونحن بنشوفكم بحلقة جديدة. باي باي.